بهذه الأجواء الفنية أحيت أوركسترا الموسيقى الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد حفلها بدار الأسد للثقافة والفنون احتفاء بأعمال الملحن حسين نازك. برنامج معظمه بيخدم القضية العربية والقضية الفلسطينية والقضية الإنسانية بالعموم. في أشياء من أعمال الأطفال اللي عشنا على يعني افتح يا سمسم، حكايات عالمية، في قصص الشعوب. المضمون تبع تلك البرامج حتى اللي عاشت فينا وإحنا صغار ولا زالت حتى هي اللحظة مأثرة فينا وعلمتنا، علمونا المحبة، العمل، الجد، الدراسة. وخلال طفولتنا طبعا بنعرف افتح يا سمسم برنامج عالمي وجه يعني الجيل للجيل السابق، وجه أجيال فيما بعد بطريقة علمية وطريقة درامية محببة وسلسة. الأستاذ حسين نازك كان أحد الأشخاص اللي لحنوا في ذلك البرنامج، إضافة للأغاني الوطنية العايشة فينا نحن من طفولتنا واللي هلأ احنا عم نصيغها بصيغة أوركسترالية على مسرح دار الأوبرا. الموسيقار حسين نازك أغنى الجماهير بالحديث عن مسيرته الفنية في مجال الموسيقى التي أخلص لها طيلة مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء. تكريم إلي هو تكريم لجيلي واللي غنوا هاي الأغاني وكانوا أطفال، هلأ في منهم صاروا مطربين وفي منهم صاروا مطربات كبار وفي منهم يعني، فهذا التكريم لكل الجيل اللي خلقنا بهذاك الوقت هذا النفس الجاد بالتعامل مع التربية والطفل والثقافة بشكل، وهذا السبب اللي بيخلي في أهمية لإبداعاتنا في ذلك الزمان. نفس الشيء بنعكس على ما كتب لي نضال سوريا أو ما كتب أو لحن لفلسطين، فلأنه لا زالت الأمور والمعركة مستمرة كمان الأغنية تقوم بدورها، وما شاء الله طالع كمان أجيال من الشباب نأمل أنه يكفوا المسيرة. الحفل توج بأغاني من ألحان الموسيقار التي أضاءت المسرح بروح من الأصالة، حيث عزفت فرقة الموسيقى الشرقية مجموعة من الألحان التي خلدها نازك في عقول الجماهير على مر الزمان.